عليكم مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي. هالنهار إن شاء الله نقدم لكم واحد الحلقة خاصة بهل يمكن الخلط بين الأرانب البلدية والرومية والكروازية في قفص واحد. يعني كاين اللي داير مخلطهم، أنايا راني عندي أنايا البلدية والرومية والكروازية، يعني واش ممكن أننا نخلطهم في قفص واحد؟ وهل يمكن أنهم يعيشوا معنا في التربية الأرضية؟ التربية الأرضية يعني أنا كنت دايرها وما ننصحش أي واحد يديرها، لأن فيها بزاف ديال السلبيات أكثر من الإيجابيات. لكن إحنا نقولوا عندك القفص، ولكن عندك السلالات، يعني كل شيء عندك، عندك البلدي وعندك الرومي وعندك الكروازي، يعني كلهم عندك. كيف واش ممكن أنك تخليهم يعني كلهم في التزاوج؟ واش ممكن أنك تجمع بيناتهم؟ إحنا غادي نجاوب على هذا السؤال. أول حاجة التقسيم ديال الأرانب كيكون كالتالي: خاص الأرانب البلدية تجمعهم بوحدهم، أنا يا أنتم هاد الولادات راني جامع غي البلدي، هادو راه ماشي بابيون، راه غير كيشبهوا البابيون، راهم بلادة، راهم بلديين، أنتم كما كتشوفوا. عندي قفص آخر جامع فيه غي الكروازي بوحده، وعندي قفص آخر جامع فيه غي يعني السلالات ديال الرومي، يعني البابيون شانشيلا ونيوزيلندي والكاليفورني، جامعهم عاوتاني بوحدهم. علاش؟ لان البلدي ما كيتحاملش مع 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 الرومي بتاتا، الا مشى كانوا بجوجهم كيتقاتلوا بعضياتهم كانهم ذكور. يعني الا مشيت تجمعتيهم في مكان واحد كانه حطيتي ذكر بابيون مع ذكر بابيون، المهم رواما، وحطيتي الذكوره من بعضياتهم. بلا شك راه كاع الناس اللي كيربيو الارانب راهم عارفين ان الذكور ملي كنحطوهم مع بعضياتهم راهم كيتقاتلوا، هذه 100%. كذلك الا مشينا حطينا الرومي مع البلدي مع الكروازي حتى هما كيتقاتلوا. لذا يعني انصح، يعني بغيتوا ديروا الكيجان حاولوا انكم ديروا البلدي بوحده في مكان ديال الولادات، وحتى التصميم حاولوا انكم تقسموا يعني البلاصه ديال بحال دابا نقولوا عندكم هذا الكاج، هذا كل 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 جهه، كل جهه او هذا الكاج مثلا كل جهه تكون عندكم فيها خاصه مكان ديال التصميم، لان يعني كيكونوا عاد صغار ماشي مشكل انك تخلطهم، ولكن البلديين بوحدهم والروميين بوحدهم والكروازيين بوحدهم. علاش؟ لان بالعقل يعني كعمليه رياضيه غادي تلاحظوا ان مثلا دازت عليهم 3 شهور، حنا نقولوا 3 شهور، 3 شهور ديال البلدي الا شفتيه مع الرومي غادي تلقاه كي الدوبل ديالو، غادي يشوف راسو كبر منه يعني في العضلات، وكبر منه في الاتساع ديال الكتفين، ويعني يعني الجهاز التناسلي بدا كيكبر، وهادي غادي يحقر عليه، غادي الكروازي والرومي غادي يحقروا على البلدي، وكذلك حتى الكروازي مع الرومي حتى هما ما كيكونوش هما هادو، لان هما غاديين بالترتيب، يعني اللي كيكبروا دغيا هما الرومي، اللي تابعهم هو الكروازي، واللي تابعهم هو البلدي، يعني غادي يكون تفاوت في الاحجام. ملي غادي يكون تفاوت في الاحجام سمو غادي يوقع شي غادي يبغي يحقر على شي، لان حتى نقولوا واحد الخلفه مثلا عندكم اما ديال البلدي ولا كروازي ولا رومي، هذه غير باب المعلومات، الا مشى تكن واحد منهم صغيور ديما كيحقروا عليه، كتلاحظ ان هما كلهم مع بعضياتهم ما كيتضاربوش، وهذاك الصغيور هو اللي كيحقروا عليه. كذلك حتى عند الدواجين في المواشي في اي حاجه، الا مشى حتى واحد الاسطبل كبير كان واحد الحولي صغيور، الكبار كيغولوا عليه. الدواجين كذلك الا كانت شي دجاجه صغيره والاخرين كبار حتى هما كيغولوا عليها ويبغوا ينقبوها ويضربوها. كذلك حتى القنين، حاولوا انكم ديروا كل حاجه بوحدها، والذكور حتى هما ممكن انكم ديروا ذكر بلدي وذكر رومي وذكر كروازي وتزوجوا الا بغيتوا تخلطوا، هذاك الشيء شغلكم، ولكن حاولوا انكم يكون عندكم جميع الذكور، ولكن كل واحد على حده، باش منين تبغيو تزوجوا نتوما اللي تحكموا، ماشي تخليوا الذكور مخلطين مع بعضياتهم، لا،
خلوهم مخلطين مع بعضياتهم كسلالات، يعني البلدي بوحدو، الدوق والرومي بوحدو، والكروازي بوحدو. ومنين بداو يكبروا واخا يكونوا ذكور اخوت، حاولوا عاوتاني تعزلوا بيناتهم، غير كي كيفوتوا 3 شهور كيبقاو يضربوا بعضياتهم. يعني نتوما حاولوا يكون عندكم الكيجان مجهزين، يعني واحد كل حاجه تكون ضاربين على الحساب. مثلا تقولوا بلي هذه الجهه مخصصه للارانب ديال التسمين، ولكن البلدي هذه مخصصه للارانب ديال التسمين الرومي، والاخرى التسمين الكروازي، وهكذا دواليك. يعني حاولوا انكم داك الشيء يكون بالتقسيم وبالعقل، لان شحال من واحد كيبدا يخلط وكيلقى الارانب ديالو ماتت كيقول بلي راه يمكن كاين شي مرض، وهما لا غير كيتقاتلوا مع بعضياتهم. ممكن انه ما يخلوش الاثار في الجرح، يعني مثلا غير شدوا مثلا خنقوا وقتلوا، نتوما تخلعوا تقولوا لا صافي بدا المرض نبدا نبيع غير نتفكوا منهم غير ندبحهم. لا ما كيكونش هكاك القضيه، ما كتكونش هكاك القضيه في السوء ديال 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 التعامل ديالكم ديال التوزيع. اذا حاولوا انكم تديروا هاد القضيه هذه. اي حاجه خاصها التنظيم، قداش ما نظمتوا قداش ما حصلتوا على نتائج مرضيه. اذا الحلقه ديالنا راه سالات، بكيو على زر جام، ما تنساوناش بجير زام جام. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا قناة غادية بالدعم ديالكم، كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبة ديالكم، ومرحبا بكم بالتعاليق. أي واحد بغى شي استفسار أنا راه الإشارة. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.